في موضوع آخر، استقر الاتحاد الإفريقي على نقل المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي تشهد تواجد أندية كل من الأهلي والزمالك والوداد والرجاء في الدور نصف النهائي لها من الكاميرون إلى رواندا. وحسب موقع جريدة اليوم السابعة المصرية، فإن الكاف ينتظر قراري الاتحادين المغربي والمصري لكرة القدم بخصوص مستقبل الدور المحلي في البلدين قبل الإعلان عن مواعيد إقامة مباريات الدور النصف النهائي والمباراة النهائية.